اليوم الثاني وبدأت اليوم الثاني. اليوم هذا مهم جدا لأن في مؤتمر مايكروسوفت وفي مؤتمر بتيستا، مؤتمرين أقوياء جدا خصوصا مايكروسوفت، عندهم 15 إعلان جديد. والشلة موجودة معنا، شوف الحب بين أحمد عمران ورا. عمران شفيك منفس أمس؟ أعلم بعد معنا حسين السند ورا، كيف حالك؟ الحمد لله تمام. فتابعونا يوم مهم. وصلنا مؤتمر مايكروسوفت هنا في قاعة مايكروسوفت ثيتر الجديدة في لوس أنجلوس، ونشوف شعارات الاكس بوكس حولنا في كل مكان. وأيضا عندنا هنا بعد اكس بوكس جيم باس، خدمة مايكروسوفت الجديدة، لها قسم خاص وراي زي ما تشوفون. الأجواء رهيبة، المؤتمر على وشك يبدأ الآن، بندخل القاعة مع بعض. واو هذا بإذن الله بيكون المكان اللي أنا جالس فيه، كرسي 514، وهذه طلتي على المؤتمر. مرة قريبة أنا تحت، بس أصلاً يعني الأماكن هنا كلها ما شاء الله توزيع القاعة رهيب، بحيث كل الناس تقريباً يقدرون يشوفون المسرح بشكل كامل. فننتظر إعلانات مايكروسوفت إيش عندها، في ناس متحمسين مرة تحت هناك يصرخون. هذه اللقطة من داخل مؤتمر بثيستا، تصميم غريب جدا. لاحظوا في شاشة عريضة في النص، احنا داخل زي الخيمة، في شاشة عريضة في النص شغالة من الوجهين، في ناس جالسين هناك واحنا جالسين هذه الجهة. لاحظين كيف؟ ننتظر اعلاناتهم رهيبة. اليوم الثالث من ايام المؤتمرات، اليوم بدا بسكوير إنكس، كان بث على النت بس كان تعيس اللي فاته يحمد ربه. الحين رايحين مؤتمر يوبي سوفت، بنحضر بنفسنا ان شاء الله، وبعد مؤتمر يوبي سوفت بريك كذا ساعتين ثلاثه، وبعده مؤتمر سوني، المؤتمر اللي كلكم تنتظرونه اكيد معي احمد طبعا. شوفوا مين وصل من السفر. هلا والله، كيف الحمد لله. رايح انا اجرب لعبه ان شاء الله رهيبه برضه، ما يقدر يقول اسمها، بينزل فيديو لها قريب مره. اكيد الفيديو بيصوره فهد وبينزل على اليوتيوب، على قناه اليوتيوب، ترقبوها اللعبه انتم تنتظرونها واجد، بسجل لكم اياها. فنكمل الفلوج حقنا او ثاني فلوج في القناه. تونا وصلنا مؤتمر يوبي سوفت، هذا المدير الكبير مالك. كيف حالك؟ متحمس، خايفين من جوا، بعد في نص ساعه ممكن يصيروا في ليكس، بدي اقطع المؤتمر بس. يعني في اشياء مسكتوها ما تصرف، في كم شغله بعد، ان شاء الله تستمتعوا. بليز شاركونا بارائكم بتوقعاتكم على تويتر و تاجمي وحونا، يعني انا كثير متحمس. الله يعطيك العافيه مالك. طبعا مالك تفاحه مدير العلاقات العامه والتعريب في يوبي سوفت الشرق الاوسط. احنا في المؤتمر، شوف القاعه وراي، راح يبدا الحدث بعد شوي ونشوف مع بعض ايش عندها يوبي سوفت. خلصنا تونا مؤتمر مايكروسوفت، الحين جينا على قاعه معرض E3 نفسها، القاعة اللي بيصير فيها الحدث. الحدث بكرة يبدأ طبعاً لأن لسه باقي مؤتمر سوني. تونا حاضرين مؤتمر يوبيسوفت، طبعاً القاعة فيها إعلانات من مختلف الألعاب. نشوف داينغ لايت هناك فوق، هنا دعاية رهيبة لسبايدر مان، مسوين زي هذا زي الصندوق اللي تاخذ منه جرائد، مسوين له سوني كدعاية لسبايدر مان.
فحركة رهيبة، واحدة من الألعاب الكبيرة اللي بتكون في المعرض. الحين بنروح ناخذ بطاقات التصاريح حقتنا اللي تدخلنا المعرض، فخليكم معنا. واستلمنا التصاريح، وراهم فهد قدام بيرسونا الرقص الثالث والرابع الثالث والخامس ورا بالكاريا فوق. ما شاء الله. احمد بعد استلم تصريحه، مكتوب فيها اسمي محمد. صح، ورا اسمك. يا سلام يا سلام يا كبير يا ترو جيمنج. ايش اللعبه؟ سوبر سماش. لعبه نتندو الكبيره. طبعا مؤتمر نتندو بيكون بكره. هذه الغرفه اللي احنا فيها، هذه غرفة استراحة الإعلاميين، طبعاً فاضي الحين لأن المؤتمر لسه ما بدأ. هنا يجيبون أكل. بخلص. يجيبون أكل هنا يطبون عليه. عمران ياخذ ثلاث. الأجانب على طول يطبون عليه. طيرون. عمران ياخذ ثلاث علب عشان المؤونة الثلاث أيام الجاية. أنا وفهد حاولنا ندخل مؤتمر سوني بس ما نفع الوقت، بس حين رمضانية. انطردنا يعني ما عدنا، ما كان عدنا إنفيتيشن، بس محمد اللي عنده. فقررنا نجي ستاربكس جبنا بعدين نتابع مؤتمر بلاي ستيشن على الميديا باد. جالسين في المؤتمر واقفين، مو جالسين الناس. احنا جالسين. محمد تعبان وشايف. وكنا كم خلصنا يومنا، رجع الفندق الحين وختمناها بمؤتمر بلاي ستيشن. احمد ايش الشيء اللي بلاي ستيشن وعجبك؟ سبايدر مان اكيد. تبي تجربها ان شاء الله بكره؟ بكره لازم نجربها. انا اللعبه اللي عجبتني صراحه يعني كتبها يعطيني اجوبه، اعطاني اسئله اكثر من ديث ستراندينج. ما تبي تكون موجود معنا تجربها. فبكره ان شاء الله سكالن بونز يوبي سوفت. سكالن بونز برضه حلوه اخيرا. سيفز اللي نبغاه. هلا. طيب بكره ان شاء الله بيكون في الدايركت حق نتندو، وبعدين عطوا بعده يبدا اي 3، يبدا الحماس كله. بوريكم المعرض كله وصوركم كل حاجه فيه. يوميات ان شاء الله ما راح تقفل الا بالما راح نفسه يقفل. يعطيكم العافيه المتابعه، نشوفكم ثاني في بلوك الثالث ان شاء الله.